يوجد أكثر من مليون بركان في قاع المحيط، وفجأة بدأوا جميعاً في إطلاق صخور منصهرة شديدة الحرارة. سيمتلئ المحيط بالحمم البركانية، ولا شيء يمكن أن يحميك من الدمار القادم. ولكن لماذا تصبح المياه سامة؟ وكيف سيتغير شكل الأرض؟ وماذا سيحدث للسواحل حول العالم؟ هذه هي الأشياء الستة التي سوف تحدث إذا انفجرت جميع البراكين تحت الماء في وقت واحد. تقع العديد من البراكين فوق الصفائح التكتونية المتحركة، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على مدى سنوات قبل أن تصبح جاهزة للانفجار. يقدر العلماء أن 4 من كل 5 ثورات بركانية تحدث تحت الماء، ولكن لكي يكون هذا أمراً مروعاً حقاً، سنحتاج إلى إيقاظ البراكين التي كانت هامدة لأكثر من 10,000 عام. سترى أكبر نشاط في وسط المحيط الأطلسي، حيث سيدمر هؤلاء العمالقة المستيقظون الكوكب. لكن في الواقع لا تنفجر البراكين تحت الماء في انفجارات ملحمية، بدلاً من ذلك ينثرون الحمم البركانية عبر قاع المحيط، مما يزلزل المناظر الطبيعية للغواصة. نظراً لأن أكثر من مليون بركان تحت الماء تقذف الحمم البركانية، فإن هذه المياه ستصبح حمضية. كل ذلك بفضل الكمية المدمرة من ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الانفجارات، حيث تموت الكائنات البحرية بسرعة في هذه البيئة القاسية. وأيضاً هذا هو المكان الذي تنكسر فيه السلسلة الغذائية. لكن كيف سيؤثر هذا على الحياة فوق الماء؟ ستقوم الحمم بالبناء والتشكل، مما يخلق كتلاً أرضية جديدة من شأنها أن ترتفع فوق الأمواج. قد نرى جزراً تخرج من المحيطات في كل مكان. يعتقد الخبراء أن هذه هي العملية التي أعطتنا أيسلندا قبل 70 مليون سنة، وهي دولة جزرية أوروبية في شمال المحيط الأطلسي، وهي بلد نشط بركانياً وجيولوجياً. ولكن إذا لم تستمر الصهارة في التدفق، فقد تختفي هذه الجزر التي تشكلت حديثاً ببطء بسبب التعرية من الرياح والأمواج. أي شيء يقاوم هذا التآكل المستمر سيكون مغطاً بالرماد. عادةً تستضيف كل جزيرة من هذه الجزر مجموعة متنوعة من الحياة. تلعب الجزر دوراً حيوياً كأماكن استراحة طبيعية وأراضٍ خصبة للطيور المهاجرة، ويمكن أن تزدهر الحياة المجهرية الجديدة في التربة البركانية. ولكن إذا انفجر كل بركان تحت الماء باستمرار دون توقف، فإن كل هذا الرماد سيمنع الطيور والكائنات الحية من العثور على منزل في هذه المناطق. ولن ينتهي الدمار عند هذا الحد، حيث سوف تنتشر المركبات السامة عبر مناطق بأكملها وعبر القارات. في عام 2009 أدى ثوران بركان في أرخبيل تونغا إلى إطلاق الرماد إلى جزيرة تبعد أكثر من 63 كيلومتر، والأسوأ من ذلك أنه مع الضغط الناتج من انفجار كل هذه البراكين يمكن أن ترتفع أمواج تسونامي وتدمر السواحل. اشتعلت نيران شديدة الحرارة في هونغا تونغا بعد ثوران البركان في عام 2021، لدرجة أنها أحدثت حفرة في قاع المحيط. كما تسبب هذا الثوران في حدوث تسونامي غمر جزر تونغا في دقائق بأكثر من 18 متراً من المياه. ستواجه كل أمة محاطة بالمياه بنفس المخاطر خلال هذه الانفجارات العالمية العنيفة. ربما ستكون أكثر أماناً في الداخل، تمام؟ وفي الوقت نفسه يمكن أن تدمر الانهيارات الأرضية تحت الماء الحياة في المحيطات. كل الصخور التي ستنتشر والرماد سيغيران وجه قاع المحيط، وستطهو المياه المغلية الحياة البحرية، وستطفو بقاياها المتفحمة على السطح كعلامة تنذر بالشؤم على المخاطر التي في الأسفل.
ستدمر الانهيارات الأرضية أيضاً سكان الجزر حول السلاسل البركانية. وإذا انهار بركان الغواصة القديم المعروف باسم مارسيلي الواقع في البحر الأبيض المتوسط أثناء الثوران، فقد يكون ذلك كارثياً، حيث يمكن أن يغمر تسونامي المتولد سواحل إيطاليا. هذا مجرد بركان واحد، وكل هذه الطاقة التكتونية المنبعثة ستعني المزيد من الزلازل والمزيد من أمواج تسونامي في جميع أنحاء العالم. بغض النظر عن المكان الذي نعيش فيه، فقد لا تكون آمناً في هذا العالم الجديد، ويمكن تدمير كل قارة من الأسفل حيث تتحرك الصفائح خلال الثوران البركاني، ويمكن أن تشعر المدن الداخلية البعيدة بآثار الكارثة، حيث تهدم سلاسل الجبال مناطق بأكملها وتغرق الصحاري بالماء. لكن ماذا لو سافرت إلى كوكب أكثر خطورة؟ استمر في المشاهدة، لأن هذه قصة أخرى لماذا لو؟ وضعكم للايك للفيديو ومشاركته مع أصدقائكم هو أكبر دعم لنشر القناة. ماذا لو انفجرت جميع البراكين في العالم؟ اليوم نود أن نلقي نظرة فاحصة ومن زاوية غير عادية على موطننا المشترك كوكب الأرض، ذلك الأزرق المهيب. يقول العلماء أن الفضاء الخارجي يشكل خطراً قاتلاً على البشر، وبالتالي فنحن في أمان على جوهرتنا الزرقاء، أو هذا ما يظهر لنا. الأمر المرعب هو أن الجسم السماوي الذي يمثل المأوى للجنس البشري والعديد من أنواع الحيوانات ملغوم، مما يعني أننا نجلس منذ ملايين السنين على برميل بارود قد ينفجر في أي وقت. فوفقاً للبيانات الرسمية، هناك حوالي 900 بركان نشط فوق الأرض وتحت الماء. لحسن الحظ أن هذه الألغام تندلع في الغالب بشكل منفرد، ونلاحظ آثاره المرعبة بشكل عيان، لكن الانفجار الجماعي قادر على إحداث كارثة عالمية لم يسبق لها مثيل، لدرجة أن عواقب الحروب النووية مقارنة بها ستبدو سخيفة وتافهة. دعونا نحاكي هذا السيناريو القاتل، مع العلم أن العلم الحديث يؤهله على أنه احتمال بعيد وغير مرجح. الظلام سيغزو مدن العالم. بعد الثوران العالمي لجميع البراكين التي نعرفها، سيتحول النهار إلى ليل، ليس فقط في مكان بعينه، بل سيغزو الكوكب بأسره. لن يسمح الظلام الذي سيدوم لعشرات السنين للغطاء النباتي ببدء عملية التمثيل الضوئي، وبالتالي من المتوقع أن يؤدي إلى هلاك المحاصيل والمجاعة، وستائر الرماد الكثيف ستؤدي لاستحالة تسخين الغلاف الجوي وسطح الأرض، وبالتالي سوف ينخفض متوسط درجة الحرارة على كوكب الأرض بشكل حاد. قطرات المطر السامة على الصخور المحترقة. تحتوي الغازات المنبعثة بسخاء من البراكين على ثاني أكسيد الكربون وفلوريد الهيدروجين والكثير من كبريتيد الهيدروجين. بطبيعة الحال كل هذا سوف يتكاثف حتما ويسقط على الأرض بشكل أمطار قاتلة، وستجلب الأمطار الموت برفقتها وتدمر كافة المحاصيل في الحقول، وسوف يتسمم الماء في المحيطات والأرض، ولعدة قرون ستكون التربة غير صالحة لزراعة المحاصيل، وسيهلك جميع سكان البحار تقريبا، مما سيؤدي إلى اضطراب في الدورة الغذائية لا رجعة فيه. الانفجار سيجلب الصقيع، مما لا شك فيه أن الانفجار المتزامن لجميع البراكين الفائقة على هذا الكوكب هو كارثة ضخمة، والتي ستؤدي إلى نوافير من الغبار والغازات السامة، مليارات من الجسيمات التي ستصعد في الهواء لديها قدرة ممتازة على عكس ضوء الشمس، وبالتالي فإن أشعة نجمنا لن تكون قادرة على اختراق الستار القاتل الفائق الكثافة. وفقاً لذلك، في البداية على الأرجح على كوكب الأرض سيكون هناك تبريد ملحوظ، وقد لوحظ حالة مماثلة في وقت سابق خلال ثوران بركان تامبورا في عام 1815. انخفضت درجة الحرارة بنسبة 5 درجات، وسجلت هذه الفترة في التاريخ كعام بدون صيف. الفرن الكوكبية. البرد سيكون قصير الأجل، كمية ثاني أكسيد الكربون الكبيرة ستعمل على تحييد قفزة درجة الحرارة المنخفضة، مما يخلق تأثيرا دافئا وخطيرا، والذي سيحول الكوكب إلى فرن عملاق. البشر لن يكونوا مقليين فحسب، بل في البداية يختنقون من الأبخرة السامة التي تشبع الغلاف الجوي،
وتدريجيا سيتفحمون. جنة لحيوان إكستريمونفيل أليف الظروف القاسية، هو مخلوق غير عادي يتكيف مع أي ظروف وأي درجات حرارة. هذا المخلوق حاليا يزدهر في منابع الغليان في يولستون في الكهوف العميقة والمظلمة تحت الماء، فبعد الكارثة العالمية ستتحول الأرض إلى جنة لهذه المخلوقات، فهي تحب الحرارة والبيئة الحمضية. والسؤال الرئيسي هو ما الذي يمكن أن يؤدي إلى تفجير جميع البراكين الأرضية في وقت واحد؟ هذا لابد أن يكون زلزالاً قوياً بشكل لا يصدق، أو سلسلة من الارتطامات المتعددة لأجرام سماوية صغيرة، أو سقوط كويكب كبير جداً. وكوكبنا ضخم بحيث أنه لكي ترتفع درجات الحرارة في وقت واحد في كل مكان إلى درجة تزيد عن 100 درجة يحتاج الأمر إلى دفعة كبيرة، وإذا حدث هذا فسوف يكون سطح الأرض دافئاً جداً من الداخل بحيث يصبح مشابهاً للسطح الذي كان في المراحل الأولى من الخلق. وفترة التمحيص تلك كانت قبل حوالي 4 مليار سنة. في تلك الأيام كان الكوكب الأزرق ذو الغطاء النباتي الأخضر والمضياف الآن للبشر يشبه الشعلة الضخمة أو بركاناً واحداً مستمراً. لكن من سينجو من الكارثة المذهلة بالإضافة إلى مخلوقات إكستريمونفيل التي لا يمكن قتلها؟ لهذا السؤال توجد إجابة واحدة. من الواضح أنه من غير المحتمل أن يتم حرق الأرض تماماً، وسيتمكن الأشخاص الموجودون في ملاجئ محصنة تحت الأرض من البقاء على قيد الحياة، علاوة على رواد الفضاء الذين يعيشون على محطة الفضاء الدولية أيضاً. لكن هذا لن يستمر لفترة طويلة، لأنه لن يكون لديهم مكان للعودة إليه، سيشبه سطح الكوكب بعد الكارثة الجحيم. لذلك على الأرجح سيحسد الناجون أولئك الذين هلكوا في بداية الكارثة. دعونا نعود من الفرضيات إلى الواقع ونتذكر أنه في الوقت الحالي السلام العالمي مهدد من قبل العديد من البراكين الخطيرة التي يمكن أن تشكل مفاجأة غير سارة للبشرية في أي لحظة. في المقام الأول بركان يلوستون الفائق، والذي أنشأنا له فيديو مستقل في قناتكم ماذا لو. إذا حكمنا من خلال الزلازل العديدة التي وقعت في منطقة الحديقة الأمريكية التي تحمل الاسم نفسه والتي زادت ازدياداً خطيراً في الآونة الأخيرة، فهي بالتأكيد لا تبشر بخير. هذا البركان قوي لدرجة أنه لا يحتاج إلى صحبة، فهو وحده يمكنه التأثير بشكل كبير على مناخ الكوكب. ولكن إذا ساعده بركان فوجياما الياباني وبوب كات بيتبل المكسيكي وبركان فيسوف الذي دمر بومبي في ليلة وضحاها، ولا حاجة لذكر بركان هيكلا في أيسلندا وبركان نيراجونجو الأفريقي وبركان كيلاويا الذي لا يهدأ في هاواي وغيرها من البراكين النشطة الأخرى. عندما يتحول العالم المألوف في غمضة عين إلى مكان غير مضياف وقاس جدا ولن يتغير قريبا للأفضل، فقد أعطت كل هذه البراكين مرارا وتكرارا علامات مقلقة بشكل أبخرة سامة وهزات ملموسة ونوافير غازات ساخنة تتدفق من التربة وثارت أيضا، مما أدى إلى عواقب كارثية على المجتمعات القريبة وآلاف الضحايا. كان هناك في تاريخ الكوكب العديد من الانفجارات الملحمية التي تذكرها البشرية بسبب العواقب الرهيبة. تجدر الإشارة بشكل خاص إلى استيقاظ بركان كراكاتاو في عام 1883، حيث سمع صوت الانفجار على مسافة 4800 كيلومتر، وموجة الصدمة دارت حول العالم 5 مرات وتسبب في تسونامي ضخم بشكل لا يصدق. والانفجار والموجة الضخمة قتلا معا حوالي 36,000 شخص. علاوة على ذلك، بعد الحدث المأساوي ولد كائن جغرافي جديد في جزيرة آنا كراكاتاو البركانية. باختصار، من الواضح أنه في العالم يستيقظ عدد كبير من البراكين تدريجيا بعد قرون من السبات، ونشاطهم العالمي يهددنا بمشاكل كبيرة بالمقارنة مع الموت الفوري. سيبدو نعمة لا تصدق. أجهد العلماء في جميع أنحاء العالم أدمغتهم منذ عدة سنوات في كيفية تجنب مثل هذا السيناريو، على الرغم من أنه لم يتم العثور على إجابة حتى الآن ولم ينزع فتيل لغم واحد، ولكنهم لم يحبطوا والإجابة سيتم العثور عليها عاجلا أو آجلا.